ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم وصفتنا لذيذة جدا وسهلة وخفيفة، راح اسوي معكم سلطة الخضار المشوية. زي ما تشوفون هنا الخضار، طبعا انتم اختاروا الخضار اللي انتم تبونه. انا حطيت هنا بطاطس وكوسة وقرع وباذنجان، قطعتها شرايح زي ما تشوفون كذا. راح اتبلها بهذه البهارات اللي هي بابريكا وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح وبهارات ايطالية وزيت زيتون، وراح اشويها بالقلاية الهوائية. والخضرة اللي راح أضيفها للسلطة بقدونس وجرجير وخس، طبعا هذولي حفرمهم، وشيري توميتو هذه فرمتها اوريدي. بالبداية راح أسخن القلاية الهوائية قبل لا أبدأ أشويها، أشوي الخضار فيها. حبيت اني اضيف للخضار المشويه فلفل احمر، يعطي مره نكهه لذيذه. الحين بعد ما تبلتها بالبهارات راح احطها بالقلايه الهوائيه تنشوي. والحين نحط الخضار بالقلايه الهوائيه بعد ما سخنت. بسم الله، خليها تقريبا تنشوي ربع ساعه. نجهز الدريسنج للسلطة. عندي عصير نص ليمونة وشوي زيت زيتون وملعقة زبادي إلى ملعقتين على حسب كمية سلطتك، وصلصة الطحينة من هاينز مرة لذيذة للسندوتشات والسلطات وكل شيء، وشوي دبس رمان. هذا كله بخلطه مع بعض عشان نضيفه للسلطة في الأخير. كذا دريسنج جاهز، ما حطيت ملح. ليش؟ لانه صوص الطحينه اللي انا حطيته فيه ملح. اذا انتم حابين تحطون الطحينه العاديه مو الصوص هذا، حطوا ملح. على ما يخلص الخضار شوي نجهز طبقات الخضره. حطيت هنا الخس وبحط فوقه الجرجير. اذا حبيتوا طبقات خلوه زي ما هو، خس بعدين جرجير، او تقلبونه على بعض. انا افضل اني اقلبه على بعض. والحين احط البقدونس، نحطه كذا تحت كذا. تمام، خلاص خلص الوقت. نشيك على الخضار، ما شاء الله تشوفون. خليني اقرب لكم الكاميرا. خلاص كذا الخضار جاهزة. اللي حسويه اني راح اخذ الخضار على طول من الشواية وفوق الخضرة اللي رصيناها هنا، وبعدين نوزع عليها الشيري توميتو والدريسنج تتقدم. شفتوا اسهل من كذا سلطة؟ ما في. ناخذ الشيري توميتو نوزعه توزيع عشوائي. حطيت الصوص بكيس بلاستيك اللي هو كيس الحلواني او اي كيس بلاستيك عندكم. يلا ابدوا عاد خططوا على كيفكم. وبكذا سلطتنا جاهزة.